السلام عليكم، محاضرتنا هي لإيجاد مقياس النزعة المركزية وبالتالي إيجاد الوسيط. المثال يقول مجموعة من الطلاب، مجموعة أوزان 10 طلاب في المرحلة الأساسية، والمطلوب إيجاد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام نظام الأس بي دبل أس. أجي هنا أدخل الأوزان، التايب هو نيوميريك، وهنا خلي هذا بالنص. هاي المعلومات اللي انا هسه هنا احتاجها، راح اجي ادخل الاوزان واشوف الاوزان. هنا راح نقول 66 اول وزن، 66 65، راح نجي هنا 70، 10. هاي الأوزان حتى أجي هنا أحصل الوسيط من Analyze Descript Frequency انقل الاوزان بس تراتب، وهنا الميديان كونتين. اوكي، هنا راح تظهر لي الاوزان وهذا الميديان. شكرا.